هذا السيستم ايش راح يعمل الان؟ راح يضل في مكانه هيك، ما بستفدش منه اذا ضل في مكانه هيك، عم بلف عماله بهذا الاتجاه مزبوط. شو راح يصير بعد 45 درجه؟ البرش هاي راح تتحرك، البرش ما راح تتحرك، مش هيك؟ هل البرش راح تتحرك؟ الهدف، شو كل الهدف من البرش والكوميتيتر سيجمنت او البرش بشكل رئيسي؟ انه البرش ستيشنري والكوميتيتر سيجمنت متحرك، فالبرش بتسمح لي اني اعمل بيك اب لبوينت من شيء متحرك لشيء ثابت. مظبوط؟ اذا البرش لازم تضلها او البير اوف برشز لازم يضلوا مكانهم، مين راح يتحرك بالنسبه لهم؟ لو لفيت 45 درجه هون ايش المشكله اللي بتصير عندي؟ او مش مشكله بس هي جزء من الاوبريشن. مين راح يلف 45 درجه؟ ها لما يلف 45 درجه وين راح يصير واحد وواحد برايم وثلاثه وثلاثه برايم؟ يصيروا هون، بس السيجمنت هذول راح يلفوا معهم. سي راح يرتفع لفوق ومين راح يقترب من هون؟ في لحظه معينه راح يكون سي على البرش ومين كمان على البرش؟ ودي. اذا سي ودي ايش راح يكونوا؟ كانهم شورتد اوت. بس بهاي اللحظه مش مشكله انهم عم بيعملوا شورتنج اوت لمين؟ لواحد وثلاثه. هل في مشكله انه واحد وثلاثه في اللحظه هاي عاملهم شورتنج اوت؟ ايش وضعيه واحد وثلاثه؟ ولا فيهم شيء، ما عم بيطلع منهم شيء. فحظنا كويس انه الوضعيه اللي هم فيها راح يكون واحد 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 وثلاثه برايم هون، ثلاثه وواحد برايم هون، ما فيش عليهم فولتج، بس باللحظه هاي راح يكون الكوميتيت ارسمها بشكل اكبر، نرسم الكوميتيتر سيجمنت بشكل وضعيته بهاي اللحظه بشكل اكبر. هاي البرش هاي راح اخذ النيجاتيف برش اكبرها. هاي النيجاتيف برش. لما لفيت 45 درجه سي بالاول لما كنا بالوضعيه هاي وضعيه زيرو اوميجا تي بتساوي زيرو، كان الكوميتيتر سيجمنت جاي على البرش. لما لف شوف وين صار الكوميتيتر سيجمنت. صار هيك هلا. هي 90 درجه. وين الكوميتيتر سيجمنت اللي تحت اجى صار؟ هدول مش متصلين كهربائيا، هذا مش متصل كهربائيا في البرش، والبرش مش متصل كهربائيا بهذا. اذا شو عملت؟ شورتنج اوت. مين اللي موصول هون عندي؟ رح يكون موصول عندي هون واحد. مين اللي جاي بين سي ودي؟ سي ودي في عندي اللي وصلته بين سي ودي هو ثلاثة، مظبوط؟ إذا ثلاثة راح يكون شورتد أوت. طب وعلى الجهة الثانية شو راح يكون يتحرك عندي؟ راح تكون عندي تحرك طلعت A وإجت B، مش هيك؟ مين راح يكون شورتد أوت بين A ودي؟ واحد، مظبوط. إحنا حطيناه بين A وB. A وB واحد. A وB واحد بس هون، عفوا تحركت هيك، آسف تحركت هيك. مين اللي نزل عندي؟ نزلت A ونزلت B. مين اللي بين A وB؟ واحد. إذا واحد راح يكون شورتد أوت بهاي البرش، وثلاثة راح يكون شورتد اوت بهاي البرش، بس هل هاي مشكلة انه يكون واحد شورتد اوت وثلاثة شورتد اوت في هاي الوضعية؟ لا، لأنهم تمام. مين راح يضل يعطيني فولتج زي ما كان بالأول بدون أي اختلاف؟ هذا 2 و4 تحرك هون لسه في وضعية كويسة، مظبوط؟ و2 و4 من هون تحرك بالوضعية هاي، ما فيش فيه مشكلة، مظبوط؟ مين راح يضل يعطيني فولتج الآن؟ 2 و4، خلينا نطلع عليها كيف بتصير عندي، راح يصير عندي واحد شورتد اوت، فبقدر أحط هون شورت على واحد، وظلت اثنين تعطيني 2E، وثلاثة صار شورتد اوت وهو اصلا فيش فيه فولتج، وواحد شورتد اوت ما فيش فيه فولتج. ايش صار عندي هلا الفولتج اللي ضل؟ 2E. ففي اللحظات هاي راح ينزل الفولتج من 4E ل 2E، فراح يصير عندي هلا لو جيت لو هذا مثلا جنريتر فرضا، راح الاقي انه كل عندي هون عند 45 درجة، عند 135 درجة، ايش بيتبع 135؟ كمان 90 لو ضفت ل 145 90 شو بعطيني؟ 225، مظبوط؟ الفولتج راح ينزل من 4E ل 2، هون 4E وهون 2E، 4E 2E. هاي أحسن شوي من اللوب، السنجل لوب شو كانت تنزل عند النقطة هاي؟ زيرو. هاي على ما تنزل من 4E ل 2E. هلا كل ما زدت عدد اللوبس ايش بصير بالنزله هاي؟ بصير ينزل بس 2E، بس بينزل قيمه 2E من هون. اذا المشكله هاي المشين لسه فيها مشكله بس احسن من اول. الفولتج هون عم بينزل، او اذا كانه موتور ايش اللي بينزل؟ ايش اللي بينزل اذا كانه موتور؟ التورك. واذا كانه جنريتر بينزل؟ الفولتج عم بينزل من 4E لفتره قصيره بينزل ل 2E، يعني بما هذا هون يتعدى النقطه هاي وينتقل للنقطة هاي. إذا احنا ضبطنا مكان البرشز ومكان الكوميتيتر سيجمنتس بحيث إنه ما هو مجبور ينط بينهم، بعد فترة ايش راح يصير؟ سي راح ينطلق، مين راح يجي عليه؟ دي.
مش سي هون راح يلف بعدين بالنهاية هذا سي راح يروح، مين راح يجي بالكامل على البرش دي؟ بس ينطلق سي ويصير دي بالكامل، ايش راح يرجع الفولتج مرة ثانية؟ لأربعة. أربعة إي، وهاي هون اثنين إي، اثنين إي، أربعة إي. إذن فكرة الكوميتيشن، هاي الكوميتيشن ساعدتني هون إنه أقدر بتأكد إنه الكرنت راح يضل ماشي بنفس الاتجاه، بس المشكلة عندي في لحظة التحويل فوق النيوترال أكسس راح يصير الفولتج الجنريتر راح ينزل لزيرو، وفي هاي اللحظة البرش راح تكون عاملة شورتينج أوت على تو كوميتيتر سيجمنتس. هذا ما فيش منه حل، ما في منه بد. لازم البرش أول شيء بتكون شابكة على كوميتيتر سيجمنت، بعدين بدخل عليها كوميتيتر سيجمنت تاني بتصير عاملة شورتينج أوت لتو كوميتيتر سيجمنتس، بعدين في كوميتيتر سيجمنت بطلع وبضل عندي كوميتيتر سيجمنت واحد على البرش، وبهي الطريقة بضل مستمر العملية هاي، بتضلها تمر عليها كل ما هذا عماله بلف. ايش بصير بعد فترة بالبرشز؟ طبعا رح يصير في اهتراق بالبرشز، بس مش عم بيعمل هو شورتينج اوت على فولتج سورس، واضح؟ لو انا بعمل شورتينج اوت على فولتج سورس ايش بصير؟ لو في عندي فولتج سورس إلى فولت وحطيت عليه شورت سيركت شو بصير عندي؟ شورت بس مور كرنت عادي، مش هيك؟ بس انا هون ما عندي المشكلة هاي، لأنه انا عمالي بعمل شورتينج اوت في اللحظه اللي فيش فولتج ناشئ من هذول التو كويلز اللي عم بعمل عليهم شورتينج اوت.